بسم الله الذي جعل أولياءه مصابيح للخلق ونورها، وجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لهم مددا، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل محبته سبيلا إلى الله ومسيرا، يقذفها الله في قلب من أراد به خيرا وحبورا، فتغدو عطاء غير ممنون وسرورا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ترحابنا بكم يتجدد في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم محبرة الأولياء، وفيها نغمس ريشتنا في محبرة أحد الأقطاب الفانين في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ممن سخر يراعه في صوغ المدائح في النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلمه القريض زمامه فنظم أجمل قلائد القصائد، وأبدع غرر الفرائد في الحب الإلهي والمديح النبوي. ننزل اليوم في حضرة الشاعر العارف عبد الرحيم البراعي، وهو عبد الرحيم أحمد بن علي البراعي اليماني من سكان براع، وهو جبل في تهامة مما يلي اليمن. ولد وعاش في قرية من ذلك الجبل تدعى النيابتين، كان متمكنا في علوم الشريعة فقها وأصولا، وعربية وحديثا وسيرة وتصوفا، حتى بلغ درجة الإفتاء، وتخرج على يديه طلبة درسوا عليه، كما أخبر عنه الزركلي أنه أفتى ودرس. كان الشيخ البراعي على تمكن كبير من الشعر وأغراضه، ومن العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها، واستطاع صوغ المعاني التي تختلج في كيانه وشعوره في صور من الشعر والنظم الرقيق، في شكل أحاسيس مفرغة داخل قوالب الأوزان وبديع النغم. ولذلك لم يزل المادحون وأهل السماع الصوفي ينهلون من عذب شعره الذي يطوع للحن والتغني به، فيجتمع جمال المبنى مع جمال المعنى مع روعة المغنى. قال عنه العلامة الزبيدي صاحب تاج العروس: الشاعر المفلق عبد الرحيم بن أحمد البراعي، مادح المصطفى صلى الله عليه وسلم. مكث الشيخ البراعي ببلده يربي أبناءه ويجالس أهل الفضل، متعففا منقبضا عن حياة الترف ومخالطة الأغنياء، وتتلمذ على الشيخ عمر بن محمد العرابي ومدحه، وهذا الشيخ من أصحاب الخرقة ومن السائحين، ومدح الشيخ أحمد بن أبي بكر الغداد، وكان محترما له قدر بين قومه لعلمه ومكانته. قال عنه الزبيدي: له مقام عظيم ببلده وذرية صالحة. لقد كان البراعي صوفيا نقيا تغلبت عليه روح الشاعر الشفافة وتسامح الشعراء الذين أحبوا الإنسان والكون ولم يعيروا كبير اهتمام لخلافات الناس على الجاه والسيطرة، فأعطى لنفسه المحبة القيادة لتسير به إلى مراد الله، وصار وبدون تكلف يصب عواطفه في النصوص الشعرية كعاشق حقيقي لا يرى غير الشعر متنفساً لمكنونات صدره وسماء لظهور شمس عرفانه،
أما أشواقه لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد خلدها متوهجة متلألئة في قوافي ترشح محبة نبوية وهياما مصطفويا. ما زال يحرك المواجيد ويهيج الأشواق ويسيل العبرات. من ذلك داليته الرفيعة التي مطلعها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا اجتموا يوم الرحيل فؤادي.
الشيخ عبد الرحيم البرعي جعل شعره مطية للتعبير عن أحواله الصوفية وتعلقه الكبير بالله تعالى ومحبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر عن توسلاته لربه ورجائه فيه أن يرحمه، وعن شوقه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارته، فلذلك هزه الشوق فحج إلى بيت الله الحرام عدة مرات سيرا على الأقدام، وجاور في الحجاز وعاش متبتلا زاهدا متصوفا، وكان عالما من العلماء وشاعرا من الشعراء وفقيها عميق التفكير ومصلحا دأب على الإصلاح، ثم هو ذو قلب نبيل ومشاعر رقيقة يقطر شعره حلاوة ورقة بفضل ما زخر به من غذاء روحي ومدائح نبوية، وبفضل ما تخلله من صوت يناجي الإنسان ليرده إلى الخير ويسري في ثنايا قوافيه من عبر ونصائح وحكم، من ذلك قوله مثلا: لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حسرا. وما كل ذلك الحمد من الشيخ البرعي إلا لشعوره المتفاعل مع الوجود ثم الفناء في الموجد جل جلاله ورؤية الإنعام كله منه، وهي نظرة السادة الصوفية في الانشغال بالمنعم عن النعم وشهود وحدانية التدبير ورؤية وحدانية التقدير والتصرف كما له الوحدانية في الذات والصفات والأفعال. ومن غرر قصائده أيضا: قف بالخضوع ونادي ربك ياه إن الكريم يجيب من نداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضى طالبين رضاه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه. وهي نظرة العارف الصوفي الذي يصل العبد بربه ويجعله على باب المولى الكريم في كل أحواله ظاهرها وباطنها، فيتحقق بعبوديته المطلقة، وكلما تقرب العبد لربه بعبوديته كلما تقرب الرب من عبده بجلاله وجماله رحمة وعطاء، كما جاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن جميل مداحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أعلمت من ركب البراق عتيما وتلاه جبريل الأمين نديما، حتى سما فوق السماء قدوما ودنا فكلم ربه تكليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو هنا وفي قصيدة طويلة يصوغ قصة الإسراء والمعراج في قالب شعري يضفي جمالية على بسط الحدث فيجعله في أنوار جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويهتم بذكر منزلته عليه الصلاة والسلام أكثر من الاهتمام بالحدث في ذاته، لما كان حب صاحب الآية عليه الصلاة والسلام هو المحرك للشعور حتى يغضو شعرا وقصيدة. أما قصائد المشوقات لزيارة المعاهد المقدسة فقد برع فيها الإمام البرعي كما هو شأن داليته المشار إليها آنفا، والتي حازت من الشهرة والعناية في مجالس المديح بين أهل المغرب
ما لم تصله غيرها من قصائده ومدائحه. أيها الأحباب، شكرا لكم على حسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. صبرا جميلا ما أقرب الفرج صبرا جميلا ما أقرب الفرج من راقب الله في الأمور نجا الله لم ينله أذان من صدق الله لم ينله أذان ومن رجع ومن رجاه يكون